لا بجد شكل جديد ومسرح جديد. نادية حسن ومريم عيد بطلات مسرحية بيت روز، برحب بيكم مرة تانية معانا. هبدأ بيكي على طول يا نادية، قولي لي انتوا ليكوا سابقة تمثيل قبل كده ولا بدايتكم مع بيت روز؟ أنا طالبة في معهد فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج، واشتغلت مع أستاذ محمود جمال حديني في مسلسل اسمه لايف شو، وكنت بشتغل بقى مسرح كتير كتير. يعني دي مش أول حاجة تعمليها على المسرح، لكن المسرح ده مختلف شوية. قولي لي كده، أنتوا ده بيطلق عليه مسرح الغرفة صح؟ بالظبط. هل مسرح الغرفة ده يعني له سبب معين، له سبب القعدة اللي على الترابيزة دي؟ هل عايزين تدوني إحساس إن أنتوا في كافيه وأنا بتصنت عليكوا؟ وليه مش على خشبة مسرح؟ ده حقيقي، هو حديني كان بيلجأ للحقيقية جدا في الموضوع ده. هو احنا دايما بيبقى واخدين ان المسرح بيبقى فيه ممثل قدامنا على الستيج فوق والجمهور دايما تحت، وحتى الاداء بيختلف، ان انا لازم ببقى بعلي صوتي شويه، رياكشناتي بتبقى اكتر، لكن احنا كنا بنميل للحقيقيه، ان احنا كلنا نبقى قاعدين في الكافيه، احنا عايزين الناس تحس فعلا احنا قاعدين في كافيه وبيتصنطوا علينا على البنات. ده هدف يعني. فكره البنات، قعده البنات، دايما بنشوف البنات، احنا عايزين نعرف البنات دي بتتكلم في ايه. وزي ما حضرتك قلتي، هو احنا مش بنهاجم الراجل، احنا بالعكس احنا بنقرب الراجل للست، يفهم مشاعر الست، افهموا داخلياتكم يعني. طيب مريم، قولي لي بقى، انت عايزه تعرف برضو عليكي زي ما تعرفت على نادية، انت ليكي تجارب قبل كده في التمثيل؟ انا بدرس في كليه تجاره، بس دي اول تجربه ليا مع استاذ محمود. بس انا مثلت قبل كده كذا مره، ومثلت مع استاذ سامح حسين وكاست الجامعه، فمثلت مسرح كتير، بس هي اول تجربه ليا مع استاذ محمود. احكي لي عن بيت روز، لما بداوا الاول عرضوا عليكي الدور، يعني ايه اكتر حاجه لفتت نظرك في بيت روز في العرض ده؟ انا وقتها كنت فرحانه قوي، عشان انا كان نفسي اشتغل مع استاذ محمود من زمان، فانبسطت قوي يعني ان انا هشتغل معاه. بس لما اتفرجت اول مره خالص يعني على جنرال، كنت في بروفا واتفرجت، انبسطت قوي قوي، حسيت ان الموضوع حقيقي، حسيت ان انا بجد البنت دي ممكن تبقى مثلا صاحبتي، ممكن تبقى خالته، ممكن تبقى واحده جارتي، حسيت ان الموضوع حقيقي وواقعي قوي قوي. كنت متاثره قوي من اول بروفا شفته. بس مسرح الغرفة دايما بيبقى فيه ارتجال، او يعني على حسب الحاجات العروض اللي انا حضرتها في المسرحيات اللي هي بتبقى مسرح الغرفة، بيبقى فيها ارتجال كتير، وانتوا بنات وهي قصة يعني بيت روز عن البنات، هل كان فيها ارتجال برضو ولا حديني ما سابلكوش مساحة للحتة دي؟ لا، لو في حاجة فيها مساحة ان حد هيقدر يقول حاجة مثلا وهي هتبقى تمام ويعني لذيذة وان مع في الموضوع، لا عادي، كان عنده قابلية ان هو لا تمام قوله. قولي يعني لو حسيتي بالموقف ان في حاجات زيادة عايزة تقوليها ممكن. ايوه، هو اصلا في اول بروفا ما بيننا قعدت فيها كلمني وقال لي قولي لي يا مريم انت حاسه ان ايه، انت ممكن تقولي ايه هنا، قولي لي وانا هكتب على ده. بالعكس، كل حاجه انا اصلا بقولها انا قايلها لاستاذ محمود وهو كاتبها. لا